بذكر بقى المستشار تركي آل الشيخ، انتوا علاقتكم كزمالك قوية جدا بيه، على العكس تماما مع الاهلي، الاهلي علاقته متوترة جدا بيه، واصبحت او هي يعني عموما دايما في منافسة شديدة ما بين الاهلي والزمالك، وبالتالي الناس بقت واخداها كأنها خناقة، ان احنا الاتنين مع بعض على الاهلي، او الاهلي ضدنا احنا الاتنين. لا خالص، الناس بقت واخداها كده على السوشيال ميديا، على اي حاجة بقت الناس دايما بيبقى فيه الخناقات اللي ما بين الجمهور. احكي لي عن شكل العلاقة ما بين الزمالك والمستشار تركي آل الشيخ. اسالك سؤال بس اقلب لك سؤالك بسؤال تاني. جميل. لما كانت علاقه المستشار تركي الشيخ قويه بالنادي الاهلي، كانت في مؤامره على الزمالك؟ لا. بس ايه 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 الفكره يعني؟ هو لما يبقى مع الاهلي ويدعم الاهلي بس كانت ساعتها ما فيش خلاف مع الزمالك، يعني لما كان هو مع الاهلي في الاول داعم ومحب وبتاع، ما كانش في خناقه مع الزمالك. لكن دلوقتي في خلاف مع الاهلي. لا، قسم بس الموضوع ده شقين. الشق الاولاني من حق اي حد يدعم اي حد. جميل. هو كان بيدعم الاهلي. حل. الزمالك ما كانش عنده اي مشكله. حل. عندنا غيره، نفسنا يبقى عندنا رجال اعمال، نفسنا يبقى عندنا مستثمرين بتحب الزمالك بنفس الطريقه اللي هو كان بيحب بيها الاهلي. تمام. وده ما كانش متاح. لكن علاقتكم بيه كانت جيده برضه، ما فيش اي حاجه تمنع ان انتوا تبقوا، او ما فيش اي خلاف ما بينكم في الاول وهو داعم للاهلي؟ لا، ما كانتش جيده. كان في خلاف. خلاف 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 خناقه يعني. بجد؟ طبعا. دي اول مره حد يعرفها عم. لا، خناقه والاستاذ مرتضى اعلنها اللي هي ايه، لما راح عمل فيديو. لا لا لا، احنا فوجئنا ان احمد الشناوي مضى في الاهلي. ماشي خلاص. ده من ساعه لما قعد معاهم وكان كابتن محمود الخطيب موجود، وهو برضو شهاده يعني، الراجل كان بيتعامل بشكل احترافي جدا. يا جماعه، احمد الشناوي احنا خدناه الاهلي خلاص ومضيناه، ويعني انا مش عايز اخسر جمهور الزمالك، ومش عايز اخسر رئيس نادي الزمالك. اللعيب عنده شرط جزائي في عقده $1.5 مليون. لو حطيناهم احنا خدنا اللاعب. انا عايز ادي للزمالك حق اكبر من ده، وعايز افسخ العقد بالطراد. احنا رفضنا. كان عايز يدينا يعني مقابل مادي اكتر، بدل الشرط الجزائي يبقى فيه فلوس اكتر للزمالك، ولعيب هديه منه للزمالك. رفضنا الاسلوب يعني. يعني رفضنا ان انا لعيب عندي اتفاجئ ان هو مضى في الاهلي والاقيه وقبل ماتش اهلي وزمالك. الجمهور مش هيتبسط خالص. احنا جمهور طبعا. في الاول في الاخر طبعا. ما اتبسطناش. فدي كانت المشاكل. وكان الرد على ده ايه؟ رحنا مضينا عبد الله السعيد.